حمدي الصافي. نرجو ونتمنى أن يستعيد الشفاء بإذن الله في أقرب فرصة. قبلة من الأب علي السرجاني إلى حمدي الصافي، فرحة متبادلة وتحية متبادلة، فرحة مشتركة بين الجماهير واللاعبين وتحية متبادلة. السيد المحافظ، ويتبقى لحظة تسليم كأس مصر أعزائي المشاهدين وفرحة استلام الكأس. كأس البطولة أعزائي مشاهدي قناة نايل سبورت، سيقوم بتسليمه السيد اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد. أعتقد دي أول مرة يستلم حمد الصافي كأس البطولة وهو على قدم واحدة. فرحة مستحقة على الوجوه، ثمرت جهد واجتهاد وثمرت تدريب علمي مدروس من المدير الفني إبراهيم فخر الدين ومساعد محمد مصلحي ومحمود الوزير. أعزائي المشاهدين، لحظات الانتصار نقلناها لحضراتكم، أطيب أمنيات فريق العمل وأرق تحيات معلقكم الرياضي خالد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.